وللحديث حول شأن السوري ينضم معنا من اسطنبول أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ. أهلا بكم دكتور أسامة. بداية، بعد الإعلان عن جولة المفاوضات بين المعارضة والروس تتأجل مرة أخرى، بماذا تقرأ ما يجري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشهد هو وجود الضفادع، نسميهم الضفادع، وجود عملاء داخل الحاضنة، داخل الحاضنة المدنية، داخل المدنيين في المناطق المحررة. من خلالهم يتم الضغط على كل الفصائل من أجل الاستسلام. لا يوجد حل سياسي في بال العدو ولا حتى في بال الدول في الأقليم في المنطقة المعنية وهي الأردن إلا الاستسلام وعودة النظام إلى كل المناطق. كان هناك عدة احتمالات، وكنا نعتقد أو يعني إلى حد ما أنه أمريكا يعني وضعت خطا أحمر فيما يتعلق بالجنوب السوري، منطقة حوران، حتى لا يكون هناك خرق لما يسمى بخفض التصعيد. وإذ بأمريكا تغير في الأيام الأولى، نعم روسيا لم تتدخل، ثم تدخلت بعد اليوم السادس بعد أن مني النظام بأكثر من 1000 قتيل، فتدخلت بعملية ليست بعملية عسكرية يا سيدي، إنما هي غارات. يعني خلال، تخيل، خلال 15 ساعة هناك 600 غارة، أطنان من القذائف يعني تنهال بشكل على نفق، يعني ليست لا بقنابل ذكية ولا حتى هناك تسديد على مواقع معينة فيها ثوار أو غير ثوار، إنما هي قنابل بالأطنان على نسق، ترمى على نسق لتهدم الحجر وتقتل البشر وتبيد المنطقة بأكملها. هذه الخطة الروسية. دكتور أسامة، إذا سمحت لي، يعني روسيا الآن تشترط على المعارضة أن تتخلى عن سلاحها الثقيل، يعني بالمفاوضات التي سبقت قبل ذلك، هل ما زالت تعتقد المعارضة أن روسيا يمكن أن تعطي ضمانات أو يمكن أن تقدم حلول قد تخدم المعارضة السورية المسلحة الموجودة حاليا؟ وما الذي يمنع ان تخلت المعارضة عن سلاحها الثقيل من عملية إبادة جماعية قد تحدث للأهالي؟ اولا، المفاوضات لم يدخل في جولات المفاوضات احد القادة الميدانيين في الساحة، انما هم اغلبهم ضفادع، بمعنى مدسوسين، بمعنى يعني اما اتباع للنظام اصلا او اتباع للأردن. يعني يجب أن يفهم المشاهد المشهد بشكل واضح. الأردن تلعب دور الوسيط ضد الثورة السورية. الأردن أصرت خلال سنوات أن يعود النظام السوري إلى الحدود الأردنية. الأردن وإسرائيل لن تطمئن إلا بعودة بشار الأسد وقوات بشار الأسد إلى الحدود، حدود فلسطين المحتلة وحدود الأردن. طيب، هناك تنسيق أردني، بس اسمح لي، عفوا، تنسيق أردني إسرائيلي أمريكي، والذي يلعب دور الضغط المباشر هي الأردن، وكل من دخل بالمفاوضات هو من خلال الأردن بالضغط والإكراه والتهديد بقطع الأرزاق وقطع الرواتب، والذين دخلوا في المفاوضات إما عملاء أصلا أو. طيب دكتور أسامة، إذا سمحت لي، إلى أي مدى تتحمل المعارضة السورية ما يجري اليوم؟ يعني لا يمكن إلقاء اللائمة فقط على طرف واحد. المعارضة السورية كلمة مطاطة، إذا كنت تقصد هيئات التفاوض، إذا كنت تقصد منهم في الخارج، فهم أصلا غير أهل لكلمة معارضة وغير معارضين بالأصل. هذا أمر يطول شرحه وذكرناه على قناتكم الكريمة عدة مرات. إذا نحن نتكلم عن ثوار حقيقيين صامدين على الأرض، لم يخرجوا مرة واحدة إلى خارج الحدود. هؤلاء على الأرض ثابتون، ليس يعني منهم قصور خلال كل سنوات الثورة الماضية. لكن هناك، قلت لك، في الحاضنة المدنية منذ البداية هناك موالين للنظام، ومنذ البداية هناك عملاء دسهم النظام بالمئات في المناطق، يعني بين المدنيين. وهؤلاء كانوا ينسقون، يجب أن يفهم المشاهد أن هؤلاء كانوا ينسقون طيلة السنوات السبع الماضية مع النظام، وهم عملاء يعطوه الإحداثيات ويعطوه كل التفاصيل. واليوم هم يعني أغلب من يشتغل بالتفاوض من المدنيين والوجهاء هم من هؤلاء الموالين للنظام أو المضغوط عليهم ليكونوا أيضا يعني ذيل أو أداة بيد النظام. طيب، أمام ما يجري الآن دكتور أسامة، إذا توصلت المعارضة، ودعنا نطلق على المعارضة الطرف الذي تتحدث عنه أنت، الطرف المقاتل على الأرض، إذا توصلت لحل مع روسيا،
هل سينهي هذا بالمقابل الدور الإيراني في الجنوب الروسي كما تطالب أمريكا والكيان الصهيوني كذلك؟ أولا الميليشيات الإيرانية موجودة في الهجمات البرية التي يقوم بها النظام بعد التدمير من قبل الطائرات الروسية. لذلك دعنا لا نتحدث عن ما يعلن. ما يعلن يباع ويشترى، يضغط فيه يعني مطلوب من الإعلام الكاذب الأمريكي أن يرضي السعودية، لأن أخذ مالا بالمليارات وأنتم تعلمون على كل الأحوال. هذا المعلن غير الحقيقة. الحقيقة إسرائيل ليس لديها مانع أن تكون الميليشيات موجودة على أن يكون الوجود الرسمي لبشار الأسد، وهذه الميليشيات تريدها إسرائيل أن تنضبط بإدارة ناجحة كإدارة بشار الأسد. إدارة بشار الأسد كانت تضبط حتى حزب الله في لبنان، وكل الأسلحة بعيدة المدى كانت في المخازن السورية في السابق، وكان لا يسمح لحزب الله أن يخرج صواريخ بعيدة المدى إلا بإذن من بشار الأسد شخصيا في المستودعات السورية. إذا كان هناك وجود إيراني على حدود فلسطين المحتلة منضبط، ولا تطمئن إسرائيل إلا لبشار الأسد الذي حفظ أمنها هو وأباه من قبله لعشرات السنين، هذا أمر واضح. فلذلك قضية أنه وجود إيران في المنطقة أو على بعد 50 كيلومتر أو تدخل وتخرج، هذا أمر ليس يعني فيه اختلاف كبير ولا يعني لن يحدث فارق كبير يعني في الأحداث. على كل الأحوال نحن أمام يعني أيضا صفقة جديدة بين الروس والأمريكان، ونحن أمام قلق مستمر من الأمم المتحدة كما ذكر تقريركم، ونحن أمام نفاق دولي. ولكن أنا أقول لك هذا النفاق الدولي سيثبر عن ما يشبه بالتحرك العالمي ليلفظ كل هذا الشر المتراكم في كل أنحاء العالم والذي اجتمع في سوريا. شكرا جزيلا دكتور أسامة الملوحي، كنت معنا من إسطنبول، رئيس الهيئة السورية للإنقاذ.